يوجد بضائع متراكبة يوجد بضائع متراكمة في المواني تركها أصحابها لأسباب مثل كثرة الجمارك أو أسباب أخرى، ثم يتم الحراج على هذه البضائع في صناديق كبيرة حاويات، ولا تفتح هذه الحاويات بل يكون البيع وهي مغلقة، حظك نصيبك. هذا أول أنه بيع بغير رضا المالك، والبيع إنما يكون عن تراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وثانيا أنه مجهول على الصفة التي ذكرها السائل، مجهول الحاويات ولا يدرس في داخلها، بيع مجهول وبيع بغير رضا صاحبها. نعم.